اهلا وسهلا ومرحبا بكم على راديو موست. مرحبا بكم في الحلقه الاولى من برنامج ذا اوبينيون. كل مره غادي نختار موضوع وغادي نتبادل الاراء مع جميع المشاركين. موضوع اليوم هو الحجر الصحي. غادي نستقبلوا اتصالاتكم بعد لحظات. نذكركم من اجل المشاركه اتصلوا بنا على الرقم التالي 0670707095. بعد لحظات غادي نستقبلوا الاتصال الاول. اذا معنا اول متصله من مدينه بركان ونقول الو. الو السلام عليكم دنيا. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك في البرنامج ديالنا. ربي يخليك وكنتمنى لك غير الخير. فرحانه بزاف حيت اشتقاني معك اليوم. صافي بليزير. شكرا لك بزاف وتحيه لك والعائله ديالك. اذا انسه دنيا قولي لنا كي كتفوتي الحجر الصحي. الحجر الصحي حاليا في الدار، نحاولوا اننا ما نخرجوش. وكنتمنى كاع الناس اللي كيسمعوني على موست راديو انهم يجلسوا في الدار وما يخرجوش ويحاولوا ديما يعقموا. ضروري ديما كنديروا التعقيم واخا ضروري في الدار. كنقراو بريباراسيون والموسيقى ضروري حتى هي. برافو عليك. مره كنكتبوا تراكات مره كاين شي جديد. داكشي اللي كاين. تبارك الله عليك. داكشي اللي كاين. برافو عليك. كنتمنى لك ان شاء الله التوفيق ويحفظ ان شاء الله العائله ديالك وجميع المغاربه والمسلمين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الجميع. انسه دنيا عندنا لك واحد اللغز الى جات على خاطرك. هذا في القانون تاع البرنامج اننا نطرحوا الغاز من اجل الترفيه. قال لك لالا تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين، عندك مهله للتفكير. تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين. اي سهله مهله. صحابه. برافو عليك. برافو عليك دنيا. كنحييك. برافو عليك. كنشكرك على المشاركه ديالك. نتمنى ان شاء الله نشوفكم على خير وفي امان الله ان شاء الله. تكشي. شكرا. وحس لي شرف انني معك في هذا النهار. شرف لي. غير الخير ومزيد من التالق. شكرا لك بزاف. شكرا لك. وديما راديو موس. الله يعطيك الخير. شكرا لك بزاف. حفظك الله. يلا مع السلامه. اذا مستمعينا الكرام، فتره الحجر الصحي يمكن اننا نستفدوا منها من عده نواحي. اننا نطوروا من الذات ديالنا ونطوروا من طريقه التفكير ديالنا، ولما لا يكون عندنا ابداعات في جميع الميادين، ميادين علميه ثقافيه ورياضيه. وعندنا الان اتصال ثاني من مدينه وجده. نقول الو الاخ علي. الو السلام عليكم. السلام عليكم. تبارك الله عليك الاخ علي. كراك داير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك سيدي مصطفى. كي داير انت؟ امورك مزيان؟ حافظك الله. كنشكرك على المشاركه ديالك على برنامج ذا اوبينيون. مرحبا سيدي مصطفى. مرحبا. مرحبا الله يبارك. قول لي الاخ علي، كي كتفوت الحجر الصحي شنو البروغرام ديالك؟ اخويا بالنسبه للحجر الصحي هي كانت كنظن انها فرصه للانسان باش يراجع الذات ديالو ويشوف الامور، يرتب الاولويات ديالو طبيعة الحال. بالنسبه لهذا الحجر الصحي اخويا مصطفى، انا كنفوتو ما بين القراءه وكذلك كنمارس الموهبه ديالي اللي هي كتعرف هاد التعليق الصوتي والكتابه. ايه يلا ودي. كنحاول انني نوجد شي دي تيكست بحال هكا باش من بعد ان شاء الله. ان شاء الله. كنتمنى لك التوفيق الاخ علي وكنشكرك على المشاركه ديالك. حفظك الله. شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله في البرنامج ديالك. ان شاء الله خويا. بقى لي واحد اللغز ليك. مرحبا. عندك شي يوم على الالغاز؟ شويه. ايوا نحاول نشوف. وقال لك السي علي دارنا عامره عبيد ما يحلها غير حديد. دارنا عامره عبيد ما يحلها غير حديد. اييه
ما عرفتش. سهله مهله، غير فكر شويه. حاجه كتنتكل في الصيف. حاجه كتنتكل في الصيف. اييه. والو والو. هي الدلاحه اخ علي، شكرا لك على المشاركه. حفظ العبيد هو داك العلف اللي كاين في الدلاح. هي هذيك بالضبط. شكرا لك الاخ مصطفى. شكرا لك خويا، ان شاء الله وكنتمنى لك التوفيق. حفظك الله. امين يا رب. ولك كذلك الله. شكرا. في هذه الفترة نتاع الحجر الصحي يجب على الانسان يحافظ على النفسية ديالو، يخليها دائما متوازنة، ويحافظ كذلك على الصحة ديالو، ذلك بممارسة الرياضة بشكل يومي. يعني الواحد ما يكترش، ولكن يوجب ممارسة الرياضة، لان الناس تولف تتحرك، ولكن في الحجر الصحي خاصة يعني تخلق واحد الجو تحرك فيه، يكون رياضي، وكذلك الالتزام بالشعائر الدينية باش الانسان يهدف النفسية ديالو ويثق في الله سبحانه وتعالى، باش ان شاء الله هاد الوباء يترفع وترجع الحياة ماشي كما كانت، ولكن ان شاء الله احسن مما كانت. بعد هذا الفاصل نستقبل اتصالات اخرى، دائما نذكركم بالرقم 0670703095. اتصلوا بنا، مرحبا بكم. إذن في اطار الاتصالات معنا متصله من الديار الفرنسيه، سميتها امينه، ونقول الو. الو. وي السلام عليكم صفاء امينه، كلشي بخير؟ Tu es dans quelle ville? J'ai la maison. Quelle ville? De la musique. À Cannes. Ah, tu es à Cannes. Qui est à la France? Qui est à la quarantaine? Ah bah c'est très très chaud là. Il y a de plus en plus de victimes. Il y a pas mal de gens qui sont contaminés. C'est très très chaud. On est à presque à 55 000 de contaminés. Ah d'accord, et toi tu vas bien? La famille va bien? Moi ça va, je me protège, moi t'inquiète pas pour moi, je reste à la maison. Je sors juste pour faire mes courses et je rentre. Ah voilà. Oui, la hassel l'aouan. Quand je crois que la participation d'Yalk Maïef l'émission, c'est un très grand plaisir. Ouais. Qu'est-ce, tu fais du sport? Quand tu es à Fdar? Ouais, quand je suis pas trop fatiguée. Hier oui, mais aujourd'hui comme... J'ai pas dormi hier soir, voilà, ben, j'allais chez Naz jusqu'à 2h30 du matin, j'ai pas réussi à dormir. Mm-hmm. Donc je me suis très très fatiguée. Donc, voilà. Le sommeil en ce moment, c'est pas le top. Hein, c'est voilà. Loin oui. De ta famille, effectivement. T'es toute seule, c'est pas facile. Non, exactement, pas facile. Mais kerbe, kerbe, Inch'Allah ça va passer. Inch'Allah, ouais, Inch'Allah. Eh ben jusqu'au mois de mai, hein, je pense. Hein. Inch'Allah, Inch'Allah. Rabbi Kibir, Subhanahu. Merci, Amina. Oui, Maroc, ça va? C'est un peu chaud au Maroc, non? Un peu. Ici, à Oujda, l'yom, Qadiya, je suis à Mghima. Ouais, parce que je vois les vidéos, les gendarmes qui sont en auto, hein, ils ont raison. Oui, oui, oui. Ouais, ils veulent pas que ça fasse comme l'Europe. T'as vu l'Italie, la France, l'Espagne? Exactement. Vu ces trois pays là, c'est quand même très très chaud quand même. Exactement. Tu vois un peu ça. Donc c'est normal qu'ils font comme ça parce que nous les Arabes on n'écoute pas. Hein. Okay. Quand je te vois, ils sont pas raisonnables. Hein. Effectivement. Les jours où ça tombe sur eux, ils vont rien comprendre. Hein. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup Amina. Merci beaucoup. Merci de la participation. Rien, et à bientôt. C'est gentil à toi. Hein. Merci beaucoup. بالنسبة للكثيرين حول العالم، يبدو انتشار وباء فيروس كورونا أصبح واحد الموسم للفقر الإبداعي، خاصة مع إلغاء العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية ومعارض الكتب والمسارح. ولكن كنركز أن جميع المبدعين وأغلبهم اللي حققوا إنجازات كبيرة على مر التاريخ كانوا في فترة الحجر الصحي أو العزل. من بين القصص الشائعة واللي تداولت على شبكة الانترنت مؤخرا ان اسحاق نيوتن كان في العزلة عندما توصل الى نظرية الجاذبية. انجاز كبير بحال هذا كان في العزل، نعم كان في العزل. وتؤكدت الكاتبة ان هذه القصة صحيحة تماما، اذ انه في عام 1665 عندما كان نيوتن يدرس في جامعة كامبريدج، كان لندن تعاني من تفشي الطاعون، وقد قرر نيوتن الانعزال في مكان في الريف يبعد مسيرة ساعات عن المدينة، وبقي هناك 18 شهر انكب خلالها على إجراء البحوث والدراسات،
وخرج بنظرية الجاذبية. إذن ما نفقدوش الأمل، هناك إبداع، هناك عمل في جميع الميادين. إذن معنا الآن متصلة من الدار البيضاء حسناء. ألو حسناء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك في برنامج The Opinion على موست راديو. نبي خليك شكرا بزاف، راني فرحانه اللي قدرت نتصل بكم اليوم. شرف لينا تشارك معكم. شرف لينا تكوني معنا اليوم. فيك سيدي شكرا. بالنسبه للموضوع ديالنا اليوم كيهضر على الحجر الصحي والبرنامج اليومي ديالك في المنزل، شنو هو؟ صراحة أنا دابا في الحجر الصحي تقريبا واحد من 20 في الشهر، وأنا في الحجر الصحي يعني حاولت أنني ما نخرجش من الدار. كنحاول أن في الدار ما يكونش عندي واحد الروتين، يعني حاجة اللي كنديرها اليوم ديرها غدا، بحال تنحاول من غير الواجبات المنزلية اللي ضرورية دابا سورتو مع الظرف هذا ديال تنقي الدار باش ما يكونش عندها الفيروسات وداك الشيء، كنحاول نعمر وقتي شوية بشوية القراية، شوية ديال الرياضة ما شاء الله، مرة وكنشوف شوية المواقع التواصل الاجتماعي باش كنشوف شويه الاخبار شنو كاين، شنو الجديد في الموضوع. من ناحيه تتبع الاخبار يعني كيكون واحد ضغط نفسي رهيب على الناس، نتمنى ان شاء الله ان هذه الاخبار ما تاثرش عليك نفسيا. وكنحاول انني نكون شويه ذكيه في كيفاش كناخذ المعلومات من 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 الانترنت، يعني كنحاول ناخذ المعلومات من مواقع موثوق فيها يعني، وما كنحاول ما كنركزش في هذوك لي شيفر اللي تيعطيو، يعني كنحاول ناخذ معلومه عامه، الاجواء العامه واش هناك تناقص واش هناك تزايد، وهذا ما يخلينيش انني نخاف، بالعكس مادام انني في المنزل ديالي و زعما اون سيكوريتي يعني كنحس بالامن انا في داري، علاش غادي نخاف؟ ما عنديش الخوف الحمد لله. نتمنى السلامة من عند الله سبحانه وتعالى. تحية ليك وإلى جميع ساكنة الدار البيضاء وربي يحفظ المغرب إن شاء الله. شكرا بزاف سيدي. شكرا سيدة حسناء. عندنا لك واحد اللغز، عندك شوية مع الغاز وشوية. قال لك عندها سنان وما كتعضش. عندها سنان وما كتعضش. اييه كنستعملوها بزاف. فرشيطة. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. اكزاكتومون برافو عليك. ما شاء الله عمري ما سمعت هذا اللغز. ايوا راكي سمعتيه في موست راديو. شكرا شكرا للاتصال ديالك. كان شرف لينا. شكرا لك بزاف. شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا جزيلا على الاتصال وعلى هذه البرامج. مرحبا مرحبا حفظك الله. ومعنا الان اتصال اخر، محمد من مدينه وجده. الو السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بك الاخ محمد من مدينه وجده. تبارك الله يحفظك سيدي. تبارك الله عليك. وراكم دايرين؟ الحمد لله. كنشكرك على الاتصال ديالك سيدي. العفو العفو. الله يعاود تبارك الله عليكم. اذا موضوع الحمد لله. اذا موضوع الحلقه اليوم في برنامج ذا اوبينيون هو الحجر الصحي. كيفاش كتفوتوا هذا الحجر الصحي؟ ايوا سيدي انا واش غادي نقول لك، الحمد لله دابا الحمد لله راني خدام، قبل كنت كونجي. واش غادي نقول لك، الصباح الانسان بدا يدي الصلاه يولي عاوتاني شويه يفيق، إنسان شوية عاوتاني التلفازة، ما بين شوية الانترنت، ما بين شوية موسيقى، وراك عارف النهار فات الحمد لله. وكاين شي رياضة؟ ولا بد، لا رياضة ولا بد، حيت كنت يعني مقبل بلاصة والآن يعني تمنعت علينا الرياضة، أنا غير في الدار نأديو شوية بعض التمارين الرياضية باش الإنسان شوية يحافظ على اللياقة وما ينساش شوية. تبارك الله عليك محمد، تحية لك وتحية إلى سكان مدينة وجدة وجميع الشعب المغربي. بارك الله فيك. بارك سي محمد فيك. عندنا واحد الله. عندنا واحد اللغز. إيه مرحبا. باش يعني نساو شوية هذا. شنو هو الدواء ديال كورونا؟ ما غاديش نعرفو أنا لا حتى شي واحد. لا لا داك شوف الشافي هو الله سبحانه وتعالى، نهار غادي يدن غادي يبان الدواء يبان كل شيء سبحانه ان شاء الله ان شاء الله. اذا غادي نطرحوا عليك اللغز. قال لك وحده بناها البقري
وسقفها العتروس. وحدة ابنها البقري وسقفها. أخويا لا منك جبتها هذا غزة سي مصطفى. سهلة مهلة. يقول لنا سيدي وش هي ابنها البقري وسقفها العتروس؟ البلغة. ايه يا أخويا انت تجيب. ايه سي شكرا. جودنا بالك يا سي مصطفى. شكرا لكم. شكرا اختصار حفظك الله. ميرسي بوكو. ممكن بغينا غير نهدي واحد ديديكاس. مرحبا. ان شاء الله. مرحبا. لخوتنا كاع ان شاء الله. تفضل. نتمنى رب العالمين يرفد علينا هذا البلاء ان شاء الله على كاع الانسانيه. ان شاء الله. والله يرحمنا ويا ريت يبقى دائما التضامن بيناتنا كشعب. الحمد لله هذه المحنه بينت بان الشعب المغربي شعب راقي وشعب كبير بزاف. اللهم لك الحمد. تبارك الله عليكم خويا. شكرا ميرسي على بروسون. ميرسي. إذن مستمعينا الكرام أشرفت الحلقة على النهاية ديالها. كنشكر من هذا المنبر جميع المستمعين الكرام. كنشكر الناس اللي اتصلوا بينا واللي ما تواصلناش معهم لدار لضيق الوقت. إن شاء الله غادي يكونوا مواضيع أخرى على موست راديو إن شاء الله ونستقبلوا جميع الاتصالات ديالكم. تهلاو لي فريسانكم وبقاو في ديوركم حتى تفوت هذه الأزمة إن شاء الله. والله يحفظنا ويحفظكم بإذن الله. في أمان الله.